مسيو. لاباس عاشك. لاباس عليك. الحمد لله عاشك. اليوم نحن في سوق باب الفله، كان صدقني ربي هكا ولا؟ باهي. نشوفوا فيك عندك نصبه نتاع خضره، كان تحكي لنا على السوامه نتاع الخضره. السوامه نتاع الخضره كي تشوفي راهو للجميع. كان الفلفل غالي، الفلفل برك غالي. قداش الكيلو فلفل؟ كيلو فلفل راهو 3600 حتى راهو 4500 الفلفل. هي اما الاخرى رخيصه، الطماطم 15100، هي البطاطا 15100، البصل بدينار، هي رخيص كل شيء رخيص. اش بيجيب لي 10000 تونسي؟ كيلو الفلفل شوفي 3600، بطاطا ب 1600، الدجاج ب 16000، اش بيجيب لك 14000 دجاج مثلا؟ اش بيجيب لك؟ انا اول حاجه ناخذ طله دجاج. قداش باش تكلف طله الدجاج مثلا 7000؟ 3000 شيء ما تجيب لي. شيء خبز ومن بعد ما تجيب لي حتى شيء. مفيد الحكاية إنسان أقل شيء باش يقضي 30 دينار تو باش يقضي تاع حكاية تاع ثلاثة من الناس ولا أربعة من الناس تاع لازم 30 دينار باش يقضي. هذه خذها برك باش يقضي، خذها من هنا وشوية دجاج. احنا الحمد لله علوش نكون من العيد الكبير ذقته مرتين عند الناس، ما في موت في الفرق تاع مية تاع صاحبي وما في عرس الحمد لله علوش ما كليتوش نكذب عليك كان الدجاج. معناتها المواطن التونسي ما عادش يخلط على اللحم. المواطن التونسي يقطع اللحم حتى يقطع الخضره ساهو. تعرف علاش؟ سا ديبون انت والعباد، ثم الانسان المتوظف لاباس عليه ينجم اللهم صل على النبي ينجم يعيش لاباس. اما الانسان العادي موظف عادي كيفي انا مثلا موتوتي عادي ثم ما نجمش يعيش بكذا خاطر الاولاد يقراو مثلا والضوء غلا والماء غلا والدنيا غلات. السوق غالي يا بنيتي، هبط 20 دينار ما قعدتش منها حتى 50 فرنك. وشنيا خذيت؟ خذيت باكيت وخذيت 4000 دجاجات. ومنين خذيتوا الباكيت؟ سوق العصر. شديت عليه الصف؟ صديت الصف مال شنو؟ قداش بقيت في الصف؟ قداش بقيت شدد الصف؟ من 6:30. وانت كملت خذيت الخبز وروحت؟ ما 7:30. معناتها بقيت ساعة شدد الصف جست باش تاخذ قداش خذيت خبز؟ زوز باكيت. على زوز باكيت ساعة؟ على زوز باكيت. سكر كيف كيف، كل شيء بالصف. كل شيء بالصف. وشنيا رايك في الحاجات المفقودة؟ عندك السكر، عندك الحليب، وعندك برشا حاجات مفقودة. تشوف كل شيء مليون الواحد. يعني نجم نقولوا المواد الأساسية الكل مفقودة. بميش ما مقود تو يجي وترجع يقول لك فهم السكر، نجي للمقال من الاخر السكر. ويعطيك زوز بكوات وحتى دخل.